الدكتور سيمون في سيندين هو الخصم الرئيسي والنهائي للعبتي. إنه عالم مجنون يريد تدمير العالم وإنشاء عالم جديد يسكنه الهجائن البشرية للديناصورات التي ابتكرها. زعيم للتجار في السوق السوداء، وهم مجموعة من المرتزقة الذين يلتقطون الديناصورات ويقتلونها من أجله. تم الكشف في نهاية المطاف أنه يسعى لخلق أنسان هجين من الزواحف ونشرها في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن من خلق ما يعتقد أنه سيكون كوكباً أفضل. يدرك جاك تينريك وأصدقاؤه أنه مجنون ويجب إيقافه. يتوجهون إلى مختبر الطبيب الذي هو تحت الأرض. بعد معركة طويلة وصعبة وتحولات عديدة يسقط مهزوماً، ليطلق جهاز التدمير الذاتي الذي يتسبب في انفجار المختبر، ومع ذلك، يتمكن جاك وأصدقاؤه من الفرار قبل فوات الأواني.